بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هناخد التطبيق العملي لنموذج خطوط الهجوم المضاد The Counter Attack Lines. مبدئيا في حالتين لهذا النموذج، الحالة الأولى بيرش كونتر أتاك والثانية بوليش كونتر أتاك. الحالة الأولى حالة هجوم مضاد دببي يكون بعده بيع، أما الحالة الثانية فهي حالة هجوم مضاد ثيراني يكون بعده شراء. بالنسبة للنموذج البيعي بيرش كونتر أتاك، زي ما احنا كده شايفين عبارة عن نموذج مكون من شمعتين له الطابع الانعكاسي، حيث تجيء شمعة خضراء وتليها مباشرة عكسها في اللون شمعة حمراء، عشان كده النموذج ده اسمه خطوط الهجوم المضاد. ويتكون هذا النموذج بعد اتجاه صاعد، هذا بالنسبة للنموذج الدببي. أما بالنسبة للنموذج الشرائي بوليش كونتر أتاك، فهو أيضا عبارة عن نموذج مكون من شمعتين وله الطابع الانعكاسي، حيث تجيء شمعة حمراء تليها مباشرة شمعة خضراء، ويتكون هذا النموذج بعد اتجاه هابط ويسمى النموذج الثيراني. ولكي يتكون هذا النموذج، عشان النموذج ده يتكون لابد أن يتوفر 6 شروط. الشرط الأول أن يكون السوق في ترند صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا الترند قصير، لأن هذا النموذج لا يتكون في الاتجاه العرضي. أما الشرط الثاني لتكون هذا النموذج أن تكون الشمعتين متضادتين في الاتجاه. والشرط الثالث لتكون هذا النموذج هو أن تغلق الشمعة الأولى عند نفس إغلاق الشمعة الثانية. أما الشرط الرابع فهو اختلاف لون الشمعتين. أما الشرط الخامس لتكون هذا النموذج فإنه ليس شرطا أن تتطابق مستويات الإغلاق بنسبة 100%. والشرط السادس والأخير والأهم لتكون هذا النموذج هو متى يفعل هذا النموذج. يفعل هذا النموذج بإغلاق شمعة جديدة بعد أدنى أو أعلى مستويات الشمعة الأولى، وهذا هو شرط كيفية الاستخدام المثالي لهذا النموذج في التداول، هو أن يتم إغلاق شمعة جديدة بعد أدنى أو أعلى مستويات الشمعة الأولى. المثال الأول عندي على الشرط لنموذج الهجوم المضاد، عندي اتجاه حاد صاعد ثم فجأة تفتح معي شمعة بيعية جديدة عند مستوى أعلى من مستوى إغلاق الشمعة التي سبقتها، ثم تبدأ في النزول وتغلق عند نفس مستوى الشمعة الخضراء التي سبقتها تقريبا. بس عايزك تلاحظ ان الإغلاق هنا ليس مثالي، وفيه جاب ما بين سعر إغلاق الشمعة الخضراء الشرائية والشمعة الحمراء البائعية، في فجوة ما بين سعر إغلاق الشمعة الخضراء الشرائية والشمعة الحمراء البيعية، أي أن الإغلاق هنا غير مثالي. بس ده مش بيأثر على النموذج ويظل النموذج صحيح، يمكن استخدامه. بس المتداول لو ما كانش عنده خبرة بهذا النموذج ممكن يستغرب لما يلاقي اتجاه صاعد وبعدين يلاقي فجأة تفتح شمعة حمراء من الأعلى وتغلق عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الصاعدة. لو لم يكن المتداول متعمق في قراءة الشموع اليابانية مش هيعرف ازاي يتصرف لما يلاقي هذا النموذج. طيب متى يفعل هذا النموذج؟ عشان يفعل هذا النموذج بشكل صحيح
لازم يكون عندي، خد بالك من الحتة دي، لازم يكون عندي إغلاق تحت الظل السفلي لأول شمعة. بس لو لاحظت إن الشمعة الثالثة لم يحدث الإغلاق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، وكذلك الشمعة الرابعة أيضا لم يحدث الإغلاق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، أيضا الشمعة الخامسة تقريبا لم يحدث الإغلاق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، لغاية ما وصلنا للشمعة السادسة هي اللي حصل عندها الإغلاق تحت ظل الشمعة الأولى. هنا ممكن أفعل النموذج وأدخل صفقة بيع صحيحة بنسبة 100% أو أنتظر لحد ما يحصل إعادة اختبار للظل وأدخل صفقة بيع قوية. يبقى أهم حاجة عندي إن الإغلاق يحصل تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، بعد كده ممكن أدخل صفقة بيع قوية. المثال التاني عندي اتجاه هابط داون تريند، جاء في نهايته نموذج كونتر أتاك شرائي عبارة عن شمعة حمراء طويلة بريش كاندل، تلتها شمعة خضراء طويلة بولش كاندل، وهذا هو النموذج كاملا. من بعد تكون هذا النموذج حصل انعكاس فتحول الاتجاه من اتجاه هابط الى اتجاه صاعد. تقدر تخش مع المشترين صفقات شراء بس بالشروط اللي احنا قلناها في المثال السابق. المثال الثالث عندي نموذج كونتر اتاك بيعي عبارة عن اتجاه صاعد، جاء في نهايته شمعة خضراء، جاء بعدها شمعة حمراء، بحيث أن سعر إغلاق الشمعة الحمراء عند نفس مستوى سعر إغلاق الشمعة الخضراء، وهو ده نموذج بريش كونتر أتاك. من بعد تكون هذا النموذج انعكس الاتجاه إلى اتجاه هابط إلى اتجاه بيعي. تقدر تخش مع البائعين صفقات بيع أيضا بالشروط اللي قلناها في مثال واحد، شروط مهمة جدا ممكن ترجع لها وتتأكد فعلا ان الشروط دي منطبقة على السيستم اللي قدامي، بحيث اقدر اخش صفقات البيع بتاعتي وانا مطمئن. المثال الرابع عندي نموذج بوليش كونتر اتاك، وده نموذج شرائي، وزي ما احنا شايفين مكون من شمعتين، الاولى حمراء طويلة والثانية خضراء طويلة. سعر إغلاق الشمعة الخضراء جاء في نفس مستوى سعر إغلاق الشمعة الحمراء، وبكده يبقى النموذج كمل وتكون قدامي. طيب ما موقف المتداول بعد تكون هذا النموذج؟ المتداول التقني هيستنى لما سعر فتح أي شمعة تالية بيكون أعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء، وده حصل في الشمعة الخضراء رقم 4 زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا شايفين في الشمعة رقم 4 هتلاقي ان سعر فتح هذه الشمعة اعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء، وده بيأكد لي ان النموذج ده صحيح بنسبة 100%، لان انا كده اتأكد ان فتح هذه الشمعة أعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء. ادخل صفقة شراء وانت مطمن. المثال الخامس والأخير عندي النهاردة، عندي في الشارت اللي قدامي ده ترند صاعد، جاء في نهايته شمعة خضراء طويلة ثم شمعة حمراء طويلة. لو تلاحظ ان سعر إغلاق الشمعة الحمراء في نفس مستوى سعر إغلاق الشمعة الخضراء، وده نموذج الهجوم المضاد البيعي بوريش كونتر أتاك. من بعد تكون هذا النموذج الإنعكاسي، زي ما احنا عارفين ان احنا بنتداول من بعد الشمعة اللي سعر إغلاقها هيكون تحت الظل السفلي للشمعة الخضراء، وده حصل بعد الشمعة الحمراء الثالثة. عشان كده ممكن من بعد هذه الشمعة تدخل صفقات بيع حسب تحليلك اللي انت عامله والدعوم والمقاومات اللي انت واخدها وحسب
الاتجاه العام والماينر ترند اللي انت عامله، وكمان حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. كل الحاجات دي لازم تكون عامل حسابها عشان تكون الصفقة معاك ناجحة ان شاء الله. ولكم خالص تحياتي. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.